حماده حبيب وكيل وزاره التموين كفر الشيخ، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. عايزين نطمئن كده على السلع التموينيه ومدى توفرها، المنافذ. تمام. هو طبعا حديث الساعه دلوقتي بعد زياده سعر المحروقات اللي هو بنزين الصور كده، كله طبعا بيتكلم على ان الاسعار المفروض هي تكون زادت، واحنا كوزاره التموين بنعمل على ضبط الاسعار وعدم زيادتها بمعدل اعلى من المناسب لزياده السوق. تمام. واحنا في ضوء الكلام ده عملنا يعني كذا حاجه. اول اجراء اخذناه ان احنا نزلنا سلع في قيمات اضافيه في المجمعات الاستهلاكيه تبعها لوزاره التموين باسعارنا احنا، عشان نعمل ايه؟ توازن. انت عارف ان الموضوع كله موضوع عرض وطلب. تمام. فلما العرض بيزيد السعر بيقل. تمام. فاحنا دلوقتي عملنا زودنا المعروض في مجمعاتنا عشان نعمل توازن في السوق، دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا كثفنا الحملات عشان ننفذ القرار الوزاري، القرار الوزاري 330 اللي هو بيلزم التجار بوضع الاسعار على السلع ويكون معاه فاتوره بالسعر، عشان ما فيش تاجر يكون واخد السلعه بسعر قديم وهي موجوده عنده بالفعل قبل غلاء السولر ويبدا يطرحها بسعر جديد. تمام. وبالتالي هو مش يعرف ان هي، بنشوف الفاتوره وبنشوف كان جايبها بكام وملزم يبيعها بالسعر اللي موجود في الفاتوره اللي هو اعلن عنه، ولو مش عامل كده هنعمل محاضر، وده ساهم في ان السلع اللي موجوده بالسعر القديم تفضل بنفس السعر لغايه ما بتنتهي منها. تمام. كمان يمكن احنا بدأنا نزود المنافذ الخاصة ببيع السلع. عندنا منفذ دائم في غرب المدينة لبيع السلع، عملنا يمكن 13، عندي لغاية النهاردة 17 منفذ لبيع أسماك برجة غليون. 17 منفذ. تمام. زائد احنا عملنا تنسيق مع الجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بنصير حوالي 35 منفذ متحرك اسبوعيا للمدن الاكثر احتياجا. تمام. يعني بنشوف القرى اكثر احتياجا، بندفع مع بالتنسيق مع القوات المسلحه، وانت عارف ان السلعه بيبقى فيها ثقه من القوات المسلحه وباسعار طبعا ايه مناسبه. برضو بالاضافه الى منافذ بقى الشرطه ومنافذ الجيش الثابته ومنافذ الوحدات المحليه، احنا عاملين مجهود ان احنا نزود المعروض من السلع على اساس ان السعر ايه يبقى فيه توازن، وفي نفس الوقت شغالين بالتنسيق مع بحث التموين والطب البيطري ومتابعه التموين والمحافظه بمرور على جميع الانشطه التموينيه من مخابز لاسواق لمجمعات لبقالين تموينين. من عندي على فكره يمكن وزاره البطاقه التموينيه، ودي يمكن مساهمه ان الازمه عندنا في كفر الشيخ مش ملحوظه قوي، ان احنا عندنا يعني حوالي يقرب من 3 مليون مواطن معاهم بطاقه تموينيه، وبالتالي بياخد البطاقه التموينيه فيها 50 جنيه بياخد بيها سلع، بالتالي بياخد سلع منين؟ من عندنا، زيت وسكر ورز ومكرونه وسمنه، فبالتالي دي كمان مش مخليه المواطن ايه؟ يندفع للسوق الخارجي، لانه بياخد احتياجه منين؟ بالاضافه الى نقاط الخبز اللي بتفيد منه برضه بياخد بيها ايه؟ سلع. ده كله مخلي الناس يمكن عندها، يعني مش هقول طبعا كل الناس، بس في جزء كبير من الناس معتمد على السلع التموينيه بتكفيه، وبالتالي ما بيحتاجش ان هو يشتري سكر من بره ولا زيت من بره، دي برضو مخليه في توازن ايه في الاسواق. تمام. بركه غليون 17 منفذ بياخدوا كم طن في اليوم؟ لا، هو كل وحده محليه او عامله منفذ او اثنين عندها. تمام. وعلى فكره ما فيش وسيط، احنا بنبعت نجيب الاسماك من بركه غليون بعربيه الوحده المحليه. تمام. واللي بيبيع الموظفين بتوع الوحده المحليه نفس السعر، هو بيشوف احتياجاته. يعني مش كل يوم غير كل وحده محليه بيقول احتياجاته واحنا بنجيبها له بكره. تمام. يعني بيبلغ بيها النهارده اللي هو عايزه بكره، محترمه والناس راضيه عنها على الموضوع. تمام. شكرا لحضرتك. تحت امرك.